باين باين. صباح عليهم قبل قول صباح النور. صباح النور. صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايامات يا ربي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قاعدين يعاودوا ورا. شنو قلت لي انت يا سالم؟ شنو قلت لي انت؟ طيبه انت. انا ش طيب انت زاد؟ اه ها طيب فستان. قصة شي بديتها في البلاد متاعهم بقى. اسمعوني، خاطر البارح حاني تعبت وراوني تعبة، اليوم الصباح قالوا لي ما احنا نحضروا الفطور. بقى سنة عادي، سنة بشوي خلينا نفسروا لهم. اكا هما باش ينظموا، اسالم انتم باش تنظموا وتحضروا فطور الصباح. باهي هيبدا عن الروتين متاعكم. ايه باش يعملوا الروتين؟ هاي حطهم هيك غاديكا. صحيت سالم. قعدت لكم خاطر قعدت شفتهم في اللبسة كل شيء خاطر فز. سالم هيا وعاد قوموا، توقيتهم واحد مستناو فيه. قالوا لي ما ان احنا ننظموا. هاي كم ننظم؟ هاي هذه هزها للصالة نوس، هذه هزها للصالة، هزها للصالة ديك. اه وديك الصفرة هيك زد هزها للصالة. سالم فاش قاعد تعمل؟ انت عاد البارح نحيت عملها كملها، تكمل عملها. صحي حطها. ياكم انتم حضرتوا الفطور؟ هيا ناس قوم عاد. غادي تحطها لالي؟ مش غادي تحط. لا غادي اكنس سكر. اوزر يا اخي انت تهز من الصاله تحط. غادي حطهم في بيدك هذوكم برا. ها نظمهم بالبي. هذيك الصغيره قدام الكبار. سير الصغيره قدام الطيب. بابا الطيب. انا الصغير الطيب. هذيك صحيح صحيح. ما تخليهاش واحد احطها قدام البيضه. هذيك وحده. هذيك خليها وحده ما يسيلش، خليها وحده. غادي ديك اصفر. كملت واحد بلا. قوم ابنك في حتى خالي حاجة تسلمة في البيت نحطكم. هاني فستة سلموتي. سلموتي صباح النور يا ماما. صباح النور. ولا واحد صباح النور فزوك وفزوك. هز الكوجينة انت يوزي من الضحك. مش هيك الكوجينة جديدة جديدة. خصوصا حطه في المعون النظيف. هاي معون. ديما المية نحطوه بشوية سيل. خدت برشا والعادة ما. خدت برشا المية تبذير. هاي شو تعمل؟ مد الباكو حليب.
تصبري؟ شوي شد بشي خليو عام حتى نطيبوه هسا نطيبوه همشا نطيبوه اي صحيته وزن الخرز ولا تحبوا قط وحليب قط وحليب ولا عظم وحليب هاي حط العظم حط هني هسا حط هني حطها بشوية بشوية حطها بشوية بشوية حطها انا يسع باش نكملوا مع بعضنا كم نظم بيدك طيب شو الطيب استنى فما كعبة انت حليتها بكري ذيك اهي هذه ما تطيبش هذه انت خاطر حليتها فهمت نعم ابر نظم بيك شو طيب ونحلو لك تحلوش انت الكاس بهي به نمشي دولة الحليب حط باكل حليب ايه حلو خلينا بلاغو اما ماما حليب هات شد معايا شد صحيت برافو انا اي طيب برافو انا سن طيب ماما شو ماما حط زوز هني وحده هني حط وحده هادي هذا شكون حضرتك احنا انت شكون سيرو امي سيرو انا سا صحيت برافو حط انتي كسيرو مشربوا العصير انا مشو نفطروا الفطور سالم سالم بطه شكون حضر الفطور احنا انت ايش عملت سالم انا عملت طبق اي انا حتى تبدا ما عرفش في حقوق الطبع ولا
مدنا بينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة بيصلى صلاته من حلب صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. بيتو بعد ما غنينا وافطرنا واشطحنا وارتحنا بيه شنو باش نطيبوا الفطور؟ بيزا. اولادي كي نقول لهم شنو نطيب لكم فطور؟ بيزا. شكون يطيبها اني ولا انتوما؟ اني. تعرفوا انتوما طيبوها البيتزا؟ بيه برا رجع فوق. تقولوا فلفل شنو اخر يجي فيه؟ شنو اخر يجي فيه؟ هاي يزيو من الضحك عاد قلنا الضحك البرشا مش به. هريسة كون هريسة ديما تتبع انس عشق وعشق لهريسة. طماطم فلفل عادو نعملها وحدي. تعملها وحدك اي باهي برا كملوا اقعدوا كملوا اقعدوا تفرجوا على الغنية محلاها متاع محمد نبينا واني شمشي نعجل العجينة وبعد نعمل تعمل تشكلوها انطوما باهي باهي. ودخلت لهني للكوجينة البنات باش نغسل المعون اول حاجة. الحقيقة كما قلت لكم ماني في فيديو امس متقلقة شوية لك علاش الاولاد معنا حسوا بي حسيلوا من الصباح قالوا لي ما صورنا احنا باش نطيبوا في بالي لهني باش نعطيهم يطيبوا هما البيتزا كل حقيقه لقيت روحي مش باش نجم الوقفه كما تعرفوا الصغار معناها لازمهم وقفه كبيره كمشي يطيبوا حاجه وكل قلت خلي كي نبدا نهارك لاباس وكل بصراحه مش متاع اني باش نوقف في الكوجينه ونستناهم يطيبوا. لازم يطيب حاجه بطبيعه للفطور هنا منها حاجه سهله منها فطور منها عشية باش نطيب فاش نعمل لهني سهل طيب بيتزا. شكون اللي طيب البيتزا انت ولا انا؟ اني. انت وشكون؟ انا وناس. باهي الكوجينه. سالم يموت على الكوجينه يعشقها والله يا البنات. تبدا حتى تبدا كاس يحب يغسلها يحب يغسل يحب يطيب يحب يعمل كل شيء. انس لا انس عكسه بدا زين هكا معناها مش شكل جو الكوجينه الحقيقه. انس انت شنو تحب انس؟ بيتزا. عشقهم البيتزا. وشنو اخر انتم تحبوا احكيو بشويه شنو اخر انتم تحبوا؟ ايه وجدو ايه وحليب. شنو هي اخر الماكله تحبوها؟ بيتزا وشنو اخر انتم تحبوا؟ بيتزا وجدو وكستيك. كستي زاد معاها الكستي. لا 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 مش على هذوما. مقارونه تحبوها ولا ما تحبوهاش؟ مقرونة البيضة ما تحبوهاش؟ لا حبوها. صحيت بيشوفوا اني كيفاش باش نعمل بيتزا لهنية. خديت فارينة المرة اللي فاتت عملتها معاكم برشا قالوا لي كيفاش نعمل البيتزا. سألتوني كيفاش عملتك البيتزا وقتها ما عنديش برشا المحلة في الفيديو وقتها عملتها متاع 10 دقائق البنات سهلة ديجا نخدم بها عندي قديش معناها هي التقريبة اللي نستعملها ناخو كاس مية عليهم باكو خميرة فورية وعليهم زوز مغارف كبار سكر ونحط عليهم زوز كيسين فرينة وخليها ترتاح نخليها ترتاح شوية كل 10 دقائق 15 دقيقة كيك ما اني حضرت الصوص ما حضرت المكونات متاع البيتزا من بعد نمشي نعجنها ونحطها ديريكت في الفور الطيب. كي نبدأ مزروبة ونحبش نوقف برشا في الكوجينة نعملها هذه وكي نبدأ هيك معناها عندي وقت وعندي ما نعمل معناها في الكوجينة هاني واقفة نعملها العادية معناها اني نعجنها ونخليها تخمر ونعمل نحط فيها كعب عظم تعجبني على الاخر بالعظم في العادة راني ما نحطش فيه العظم اما وليت العجينة متاع هيك المملحات نحط فيهم كعب عظم نحسها محلاها معنا هيك ترد العجينة هيك طرية ومحلاها اما هذه العجينة متاع 10 دقائق هذيك احسن عجينة ينجم الواحد يستعملها في ساعة كان عندك ضيف ولا حاجة في ساعة تعملها. عملت الطماطم متاع الصوص معناها حطيت الطماطم والبصل يغلي
وحطيت عليهم شويه ثوم، من بعد نرحيهم وكهو ما قليتهمش المره هذه. ديجا قلت لكم عليها لاسيوس باش تجيكم الطماطم بنينه كيما نتاع الريستورون، تحطوها تغلي البنات الطماطم تحطوها تغلي، ومن بعد ماذا بيكم تقليوها شويه معناها في الزيت مع البصل مع الثوم، مش لازم نبصل كان ما تحبوش، وحطوا معاها الكليل وشويه حبق كان عندكم ولا زعتر وشويه ملح، تجيكم بنينه على الاخر. واني الصوص نتاع البيتزا نحب اني نعملها بالطماطم الكعب، ما نعملهاش بالطماطم المعجونه. الحاسيل طيبتها حطيتها غاديك معناها تغلي ما غير ما قليتها الحقيقه المره هذه، وعملت الصوص هذيك البيشاميل. اخر حاجه كي تجي طيب نحط لها كعبه كريمه فريش، ونحط لها كان عندي فرماج ولا حاجه، ونحط لها سنه ثوم ونطفي عليها. بالطبيعه ما ننساش الملح. هكا هنا حطيت لها حكه كريم فريش ضاي الكل، وما زلت ما عجنتش تو العجينه نتاع البيتزا. لهنا عندي الصوص طابت، وباش نحط تو بقيه الفارينه نتاع العجينه. انا عملت كيلو فارينه خاطر باش نعمل زوز اطبقة، ما شاء الله اني الطبق اللي عندي نتاع الفوره كبير، يمكن دوبل اللي كان عندي قبل، دوبل البلاتو نتاع الفول العادي. هذاك علاش عملت كيلو، ما غير ما تجيني وحده تقول لي هذه بيتزا ولا خبز طابونه، ما غير ما تجيني واللي فات تقيدوا التعليق، خاطر راني عملت برشا عجينه قالت لي هذه بيتزا ولا خبز صابونه. راني نعمل كميه كبيره باش ما نقعدش ما باش تقعد لي، اني ماذا بيا الحاجه كي نطيبها تقعد حتى من غدوه. عادي احنا ناكلوها الحقيقه، مش من نوعيه الناس اللي لازم كل حاجه سخونه تتاكل. اما ما شاء الله هذه البيتزا ما قعدتش معناها، عملت كيلو فطرنا منها وتعشينا منها، زدت في الليل سلطه وكهو. باش نعجن العجينه وحطيت لها بالطبيعه توا الملح وبقيت الفارينه، وحطيت لها زيت زيتونه ونخليها ونعجنها ونبدا نشكل فيها، معناها ما تاخوش وقت. باش نجيبك العجينه للكوجينه ما نعرفش التو بديت معناها جبت الماعون وكل شيء، على الاقل نرتاح شويه من العجين. كيما اليوم الحقيقه حسيت روحي ما عجنتهاش من المليح، معناها العجينه مش شكل مش كيما العاده نعجنها. والله اني كي طيبت نتسمع باهي الحقيقه، اكهو الحمد لله كملت عجنتها. وباش نقسمها على اثنين، وما شاء الله والله في بالي باش تطلع لي معناها العجينه هكا عاليه، كل طلعت لي جويده خاطر كيما قلت لكم البلاتو عندي كبير. مشيت جبت هذوما كي نقص بيهم، لقيت هذه الاخرى اللي نتاع القصان ما لقيتهاش، حسيلو الصغار مدولي كل الحاجات نتاع عزيزه فرتوهم، لقيت كان هيك حسيلو من بعد لقيتهم الاخرين، وهي هذيك نورمالمون نتاع معرفش في بالي الاخرى القطاعه احسن معناتها هيك برديك احسن. لهني صغار بحذايا حسيلو ما اعطيني ما احنا نعملو احنا نعمل الحقيقه الرخامه عندي عاليه شويه مش كيما قبل. قبل كنت كالعامله كونتوار هني نوقفهم على الكرسي ويبداو يطيبوا، لهني يمكن فما صعوبه شويه ما عرفش. بديت نندم اني واني ما عملتش كونتوار في الكوجينه، بديت نندم على الاقل كنت في التصوير معناها حتى مع الصغار ولا حاجه كما نلقى صعوبه. توا لازم نجيبو كراسي وكل شيء، قلت برا خلني نكملها اني البيتزا وبعد هما يجيو يجيو معناها يزينوها وكهو. كما تعرفوا الام راه مستحيل مستحيل كان فما ام تنجم حتى لو كان هي تعبه ولا مريضه ولا حاجه تنجم معناها تسكر عينيها على كل شيء وتقول لك نصبح راقده وما يهمنيش في صغاري ما يهمنيش. مستحيل. نعرف برشا في التعليقات تقولوا لي ارتاح كما ريتكم في تعليقات البارح، نشكركم برشا على تعليقاتكم البارح، اما راهو معناها مستحيل ما مستحيل تعمل روحك ما في بالكش وتغمي على راسك وتقول من لا نطيب لا نقضي لا نعمل حتى شيء، مستحيل والله مستحيل. اليوم اني ما معناها كملت مع
بكري الحقيقة هما كما شفتوهم حاصلوا خليتهم حتى كيك بيتبشهم في العادة كيفزوا الصباح حتى سلمى في العادة كيتفز ندوشلها مندوشلهاش ديما بطبيعة أما نغسلها حالتها ونبدللها ونبدل الصغار وكل المرة هذه قلت خلي يحوسوا معايا بالباهي ويلعبوا كيما يحبوا وبعد ما كملت طيبت مشيت بطبيعة غسلت لهم حالتهم وخرجنا حسيت اني قاعده نعمل لكم في المونتاج فك البيت القديمه برشا منكم قلتوا لي اعمل لنا الروتين فيها كي جيت نظمها ان شاء الله يا البنات توا تصدمت لقيت العصاره عندي قداش اللوج عليها مشيت البارح شريت عصاره اخرى بعثت شكري مشي شريلي في فك الليل مشي شريلي عصاره في الاخر العصاره هو نقيتها الهنيده شفتها تصدمت قبل عمل نسيتها اصلا نسيت حتى لونها عندي قداش من اللوج عليها تخيلوا لقيتها تو قاو لهني البيتزا كملت باش يجيو توا الصغار يكملوا زينها خد هني سلمى هاي حطوا شوش تحطوا حطوا زيتو مش في بلاصه بركه تحطها يا انس حط في بلايص الكل هاش نعطيك يا سلمى صحي تحط كم تفرقي عظمة حطيته به صحي تحطه هكا هو نسيزي من التن فرغت التن في بلاصه بركه اني ما عملت التن هات هات دي عملت عملت يا بارك تن ما عبش نعطي اه عمل برشا شوف هيك حط التن اتفف حط التن اعملوا توما فاش قاعد تعمل سيدي بيزا بيزا زيزا زيزا كاو فرختها زيزا فاش تعمل يا سلمى بيتزا انا هذيك برشا انا هذيك برشا بشا بيزا زيد حطها سالم هيك استنى زيتون سهل ولو عندك زيتونة طماطم ماما طماطم ما عنديش برشا طماطم عندي كعبة بركة حطيتها في الصوص طماطم احلى الصلصة حطينا فيها طماطم تينا عبش نعطيك حطي حط طماطم حط طماطم فيش تحطوا توا طماطم طماطم حط مره معلومه كوي زيزي صحي ما نعم. ما حتى البيتزا متاعنا شكون عمل البيتزا اليوم انتي وشكون اخر سلمى عالتاني سلمى زادا عملتها ماما عملت بيتزا انوسه محلاها بيتزا انوسه فيها الطماطم
شنو فيه آخر ناس؟ فلفل، فلفل وزيتون وطن وطن وزيتون وزيتون. وانتي سالم شنو فيها؟ زيتون وطماطم وطن صحيح وفلفل. الفلفل ماي بسلامة. قولهم هيك باي 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 باي. قولهم نلقاكم في فيديو آخر. قولهم نلقاكم باي باي عوينا باي. نمشيو توا كان جي شكري بك. نمشيو نخرجوا نمشيو نشريو الكادو نتاع انس ولا ومتاعي نتاعك حطيتي نشري لكم نتاع سلمى. اما انس مشاش كادو نتاعو نمشيو نشريو له كادو نتاعو هو باي. ان شاء الله بالك اليوم نمشيو. هاي على خير ان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر. بسلامه.